مش دايما بيديله او بيديله في اوقات معينه. حراسه المرمى فيها مشكله، شريف اكرامي بيمر بظروف نفسيه صعبه. الكور العاليه زي ما حضرتك قلت، لو احمد شريد شارك او من الناحيه الثانيه مثلا احمد فتحي او الاطراف اشتغلت، الكور العاليه كلها حارس مرمى الترجي بن شرفيه الحقيقه في الحاجات دي، او حتى الهشري، كل الكور العاليه منتهيه، فلازم ان هم يخشوا من النص زي ما كان ابو تريكه او زي ما كانت الحلول. هل فعلا دي مشكله ولا سهل التغلب عليها؟ لا انا قلت امكانيات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا، يعني احسن من الترجي. الترجي ممكن بيعتمد على حاجات معينه بسيطه، يعني عنده 2-3 لعيبه زي ما قلت لك، راس حربه نيانج والمساكني لو لعب، زائد ان الكور الثابته المميزين بيها، لكن انت عندك لعيبه كتير كويسه. وعلى فكره مش معنى ان انا قلت ان شديد ان هو كان يلعب المباراه الاولى ان لازم يلعب المباراه الثانيه، يعني كان ممكن يلعب المباراه الاولى وممكن المباراه الثانيه، ممكن انت مش محتاج الحته الهجوميه بقدر ما كنت محتاجه في القاهره، فعشان النهارده. طب ايه راي حضرتك في موقف حراسه المرمى؟ يعني الترجي حراسه المرمى عنده جو مميز، احنا عندنا شريف اكرامي ظهر بمستوى ضعيف الماتش اللي فات، عنده يعني حالته النفسيه